طلع زي ما بقولك منوره الدنيا ووحشه الدنيا كلها. وحشانة فينك يا دول؟ الله يخليك. موجوده والله موجوده. عارف انك بتجهزي اغاني كتيره وفي مشاريع كتيره موجوده، نتكلم عن تفاصيلها وليه مأجلاها برضه؟ لا عندي اغنيه بحضرها ان شاء الله هتنزل على العيد، بعد العيد سوري. بس انت عارف انا بحب اتكتم على التفاصيل، بس منه ان انا اصلا يعني ساعات ببقى يعني ما بحبش اقول كل حاجه، بس فبعد العيد ان شاء الله. نعرف تفاصيل الاغنيه بقى كده وهتصوريها ولا لا؟ ما قررتش والله لسه لو هصورها، بس عامله لها فوتو سيشن، هعمل لها ليريك فيديو لذيذ كده بفوتو سيشن مختلفه ان شاء الله. بس لسه ما خدتش قرار لو هصورها كليب ولا لا لسه. نتكلم كمان عن شغلك الفتره اللي جايه، هل هيكون في حفلات والصيف داخل ولا ايه الاخبار؟ ان شاء الله في حفله على العيد في الساحل، وربنا يكرمنا يعني الفتره اللي جايه كله في اوانه ان شاء الله. تابعتي اعمال رمضان السنه دي ولا ايه الاخبار؟ للاسف لا، انا في لبنان فلسه جايه النهارده وبتاع، انت عارف بقى دلوقتي امتحانات وامتحانات اخر السنه، وانا طبعا بالنسبه لي كل ما يخص نور مهم جدا، فبعد بعد رمضان ان شاء الله هبقى اتابع بقى المسلسلات. ايه اكتر حاجه طيب سمعتي عنها انها جامده وحابه تتابعيها؟ بص والله في لبنان في مسلسلات كتير قوي مسمعه، يعني عندك مثلا انت مين، الهيب خمسة ونص، يعني في كذا مسلسل مسمعين قوي في لبنان. بس طبعا انا ظروفي واهتماماتي دلوقتي في الفتره دي مختلفه، فبعد العيد طبعا ان شاء الله هبص عليهم اكيد. في رامز السنه دي كده لو شفتي حاجه منه؟ شفت حلقه عسل والله، عسل عسل. عسل طبعا عسل. اكتر فنان فرحتي فيه؟ لا ما بفرحش طبعا في حد، لا ما انا برضو لما اتعمل فيا المقلب في رامز زعلت، وعارف اللي هو انت تحس انك ليه بتعمل فينا كده، حرام عليك، انت بتبقى طالع تعمل حاجه لذيذه او المفروض بتصور برنامج لذيذ فيطلع في الاخر مقلب وتتشل، وعلى البرنامج اللي انا عملته روايح بقى وحشه والطياره بتتهز، فلا ما بفرحش. بس يعني هو فعلا عسل يعني بغض النظر، وده دليل ان هو لسه مستمر لغايه دلوقتي ولسه ناجح، ولسه الناس بتتفرج عليه بنقد من غير نقد، هو طبعا لسه ناجح ربنا يوفقه.